بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الثانوية العامة وطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية. معانا أخبار هامة لجميع الطلاب، ولكن في البداية قبل ما نقرأ الخبر لابد كلنا نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل أخبار التعليم عاجل. ما هم فئات الطلبة الذين يدخلون امتحانات الدور الثاني وكيف سيتم الامتحان؟ من هم الطلبة اللي هيدخلوا في امتحان الدور الثاني وازاي هيمتحنوا؟ طبعا ده اهم خبر معانا من اخبار اليوم. الخبر بيقول التعليم تعلن آليات امتحان الدور الثاني للراسبين والمتخلفين عن تقديم الابحاث. كشفت وزارة التربية والتعليم عن آليات امتحان الدور الثاني للطلاب الراسبين والمتخلفين عن تقديم مشروعات الابحاث، وأوضحت الوزارة أن الطلاب سيمتحنون في يوم واحد لكل المواد، بحيث يكون الامتحان في أكثر من مادة متعددة التخصصات، وتتضمن الأسئلة أجزاء من جميع المواد الدراسية من العربي والعلوم والجغرافيا والإنجليزي، بحيث لا يعقد امتحان في كل مادة منفصلة، ومن ينجح في امتحان الدور الثاني يجتاز كل المواد. يبقى الدور الثاني أو الطلاب الذين لم يقدموا أبحاث أو الراسبين والمتخلفين عن تقديم الأبحاث لهم امتحان دور ثاني. الامتحان ده يكون امتحان واحد فقط، ولكن بيشمل جميع المواد ويكون في يوم واحد. يعني مثلا عند سنة أولى إعدادي يكون عندها امتحان يوم الأحد، الامتحان ده هيكون في جميع المواد وهو امتحان واحد ولكن متعدد التخصصات، والأسئلة بتاعته هتشمل جميع المواد سواء عربي علوم جغرافيا إنجليزي. وحددت الوزارة فئات الطلبة الذين يدخلون امتحانات الدور الثاني، وهم من تم رفض أبحاثهم بسبب الغش، والطلاب الذين لم يسلموا الأبحاث، والطلاب الذين لم يدخلوا امتحانات الترم الأول. يبقى عندنا فئات الطلاب اللي هيمتحنوا دور تاني هم الطلاب اللي اترفض أبحاثهم بسبب ان أبحاثهم ثبت ان هي أبحاث مغشوشة، او الطلاب اللي اصلا ما سلموش أبحاث، او الطلاب الذين لم يدخلوا امتحانات الدور الاول اللي هو امتحان الفصل الدراسي الاول اللي هو امتحانات شهر يناير. طبعا الثلاث فئات دول هم اللي لهم امتحانات تكميليه بالدور الثاني. يبقى الفئات اللي هتمتحن في الدور الثاني ثلاثه: اللي اترفض ابحاثهم بسبب ان ابحاثهم مغشوشه، والطلاب اللي ما سلموش ابحاث اصلا، والطلاب اللي لم يمتحنوا الدور او الترم الاول. وكانت وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني قررت مد تسليم فترة تسليم المشروعات البحثية لطلاب النقل حتى يوم الاثنين الموافق 18 مايو الجاري بدلا من السبت 16 من نفس الشهر. يعني قدامهم لسه فرصة، اللي ما قدمش بحث قدامه فرصة ليوم الاثنين القادم اللي هو يوم 18 مايو، عشان ما يدخلش دور تاني، ما يدخلش دور تاني ويمتحن في جميع المواد. معنا. الخبر الثاني والمهم جدا: التعليم تتيح الاستعلام عن كود التسجيل على منصة رفع البحث للمصريين بالخارج. يعني الطلبة المصريين اللي في الخارج التعليم بتتيح لهم فرصة التسجيل على منصة ادومودو، ولكن هيدخلوا على الموقع اللي طبعا معانا او اللي قدامنا، وان شاء الله هننزل الرابط بتاعه اسفل الفيديو للطلاب اللي في الخارج. أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعلام عن كود الفصل للتسجيل على المنصة لرفع المشروع البحثي لأبناء المصريين في الخارج، ويمكن للطلاب الاستعلام عن الكود من خلال الرقم القومي الخاص بهم. يعني يدخلهم يجيبوا الكود بتاعهم من خلال الرقم القومي لهم الطلاب اللي في الخارج. طب ايه الموقع اللي يدخلوا عليه؟ طبعا اللي هو الرابط اللي قدامنا، وإن شاء الله هنحطه أسفل الفيديو. وأوضحت الوزارة أنه في حالة عدم إرفاق الرقم القومي باستمارة التقدم يمكن الضغط على الرابط التالي. يعني لو ما كانش فيه رقم قومي ممكن الطالب يدخل على الكود اللي قدامنا أو الرابط اللي قدامنا ويحصل على الكود خلاله. وتعلن أن يوم الأحد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة بحضور رئيس الوزراء. طبعا لحد الآن احنا ما نعرفش حاجة، امتحانات الثانوية العامة يقال أو يقال إنها يوم 7 يونيو، ولكن تفاصيلها إن شاء الله يوم الأحد بحضور رئيس الوزراء. كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن أنه سوف يتم إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة
يوم الأحد المقبل في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، مؤكداً أن امتحانات الثانوية العامة ستكون في موعدها دون تغيير. يعني ما حدش يسمع شائع يقول لك في تأجيل لامتحانات الثانوية العامة، لا تأجيل لامتحانات الثانوية العامة، وأنها سوف تكون في موعدها. وقال الدكتور طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة إكسترا نيوز، أن 880 ألف طالب سلموا البحث الإلكتروني عبر منصة إدومودو، مؤكدا أن الوزارة سوف تعلن الليلة آليات تسليم البحث الإلكتروني لطلاب المدارس الفنية. وأضاف وزير التربية والتعليم أنه من المقرر استخدام منصة إدومودو لطلاب المصريين بالخارج لتسليم الأبحاث. وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي أكملت عامها التعليمي النظامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.